سبق وتكلمت عن الانفصال العضلي بشكل مختصر، ووصلتني طلبات كثير من المتابعين اني اتكلم عنه بشكل تفصيلي اكثر. وش التمارين اللي تساعد على علاج الانفصال العضلي؟ وش التمارين اللي لازم نتجنبها؟ كيف اعرف انه عندي انفصال عضلي؟ كل هالتفاصيل راح اتكلم عنها باذن الله بالسنبات الجايه. الانفصال العضلي باختصار هي حاله شائعه تصير عند النساء الحوامل وما بعد الولاده، ممكن تصير عند الرجال لكن نادرا، برضو حتى ممكن تصير عند الاطفال برضو نادرا، لكن غالبا عند النساء الحوامل وبعد الولادة يصير في انفصال بعضلات البطن، وهالشيء يخلي في بروز في البطن حتى مع نزول الوزن حتى بعد الولادة يبقى البروز. الانفصال العضلي مشكلته مو بس شكل البطن، ممكن يسبب لك آلام بالحوض، ممكن يسبب لك آلام بأسفل الظهر وضعف في البطن، كذلك ممكن يسبب إمساك. كيف أعرف أنا عندي انفصال عضلي ولا لا؟ الموضوع بسيط، تسوي هذا التمرين اللي هو الكرنش العادي. طبعا هذا التمرين ما يناسب الانفصال العضلي، لكن تسويه مرة واحدة بس علشان تعرف إذا عندك انفصال عضلي ولا لا. تسوي هذا التمرين وأنت رافع الأكتاف، تحط إصبعين بين عضلات البطن اليمين وعضلات البطن اليسار. إذا في فراغ يعادل إصبعين معناته أنه ممكن يكون عندك انفصال عضلي، فلذلك لازم تستشير الطبيب. طيب وش التمارين اللي ممكن تساعدني على علاج الانفصال العضلي؟ أول وأهم تمرين هو التنفس البطني. التنفس البطني معروف، لكن للناس اللي ما يعرفونه بحط لكم صورة بسيطة هنا توضحه. باختصار أنت تأخذ النفس، تكون نفس عميق وتكون مرتاح، وتأخذ النفس إلين تحس أنه الحجاب الحاجز عندك يتوسع، ولما يعني تكون مرتاح وأنت تأخذ النفس، وبعد ما تطلع النفس بهدوء تحاول أنك تقفل على بطنك بشكل بسيط. يعني التمرين الثاني اللي ممكن يساعدك على علاج الانفصال العضلي اسمه بريدج بوز. هذا من الوضعيات المشهورة للناس اللي يتمرنون يوغا. هذه الوضعية من الوضعيات اللي ممكن تساعدك على علاج الانفصال العضلي، بحط لك إياها على هذا السناب. التمرين الثاني برضو من أشهر وضعيات اليوغا، هي وضعيتين تبدل بينهم، اسم الوضعية كات كاو بوز، نفس الصورة اللي بحط لكم إياها برضو على هذه السنابة. طبقوا هذا التمرين، جدا ممتاز، مو بس للانفصال العضلي، له فوائد كثيرة لكنه ممتاز جدا للانفصال العضلي. التمرين الثالث من التمارين اللي ممكن تساعدك على علاج الانفصال العضلي برضو من وضعيات اليوغا الشهيرة، اسمه داونورد دوغ، بحط لكم اياها على هذه السنابة. الرابع والاخير من التمارين اللي ممكن تساعدك على علاج الانفصال العضلي هو البول سكويز بريدج. نفس البريدج لكن يكون فيه كورة بين قدمين، تعصر هذه الكرة وانت طالع في وضعية البريدج، بحط لكم اياها على هذه السناب. اخيرا مهمة جدا، اذا عرفت انه عندك الانفصال العضلي مهم جدا تتجنب انك تشيل اشياء ثقيلة، وتتجنب تمارين البطن المعروفة اللي دائما اتكلم عنها انا، اللي هي التمارين المعروفة للبطن اللي هي الكرنشز، السيت ابس وغيرها. هذه التمارين ما تناسب الانفصال العضلي.